وهنا هي ليكا. لازم لحق عمر قبل ما يسافر معه. عليا خانم. استاذ سليم، عمر مانو بالمدرسة ودقيت باب البيت ما حدا فتح لي. استاذ سليم، عمر بيكون ابني الحقيقي وجيهان خانم رح تاخده مني، وهن رح يطلعوا بالباص من الموقف بعد شوي. دخيلك ساعدني يا استاذ. خلينا نروح بسرعة. عمر وقف. شوفي شو عم يصير. عليا خانم، عمر، أنا بكون أمك الحقيقية. اليوم حكيت مع خالتي بخصوص الجنين، وقال إنه بكرة رح تاخدني على بيت واحد من الأطفال المعاقين، وقالت لي إنه رح أرتاح أكتر وقت بحكي مع عائلته. طيب روحي، بيكون أحسن. ولا أنت مو حابة تروحي؟ ما بعرف يا أحمد، خايفة إني أحتار ورد أتشوش أكتر، ما بعرف. بركي بيجي أنا كمان، منروح مع بعض، هيك أحسن لحتى ما تغلطي نفس الغلط. هيك بيكون أحسن إلي وإلك. يعني بيصير إنك تجي معنا؟ أي طبعاً بيصير، ليش ما أجي؟ كنت ألعب على اليسار وعلى اليمين وبالوسط، حتى ربحت لقب الهداف. بالله عن جد؟ وكان لعبه كتير حلو، كان مراد حديث كل أهل الحارة، وطبعاً لساته لهلأ، وخاصة بعد ما عطى الجمعية لأهل الحارة بعد ما اشتراها. أنت ساويت شغلات منيحة كتير أخي، الله يوفقك على اللي عملته. يسلموا أخي،